متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد اليوم الخميس وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمزيرت بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300,000 دينار في قضايا فساد. وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما سوء استغلال الوظيفة ومنح للغير مزايا غير مستحقة. وضع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة شراقة النائبة البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت الرقابة القضائية، وذلك بسبب الشكوى المرفوعة ضدها من قبل محامين من نقابة تيزي وزو على خلفية تصريحات عنصرية تجاه منطقة القبائل. أرجى القضاء الفرنسي أمس الأربعاء إصدار حكم بشأن تسليم المدعو أمير بوخرس المعروف بأمير ديزاد لسلطات القضائية الجزائرية إلى وقت لاحق. ويتابع بوخرس إلى جانب المدعو زيطوط والضابط السابق هشام عبودة في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة. أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي محمد ملف قضية خالدة تومي وزيرة الثقافة السابقة ومتهمين آخرين إلى تاريخ 3 مارس المقبل، كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. وتتابع خالدة تومي بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة الاستغلال الوظيفة. فما يخص الأخبار الدولية، تحيي ليبيا اليوم الخميس الذكرى 11 لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011 وسط استمرار الأزمة السياسية وتجدد الانقسامات الداخلية. وتجد البلاد نفسها مع رئيسي وزراء بعد تعيين مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا له وزير الداخلية السابق فتحي باشاغة رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير يؤكد عدم استعداده للتنحي إلا لسلطة منتخبة، ما يثير مخاوف تجدد الصراع المسلح. بعد 9 سنوات من وجودها العسكري في البلاد، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا اليوم الخميس انسحابهم العسكري من مالي وإنهاء العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين برخان وتاكوبا. وكانت العلاقات بين باريس وباماكو قد تدهورت منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فيفري وانتشار مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية في البلاد. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.